كان بيبر حتى الآن يحسن إجراء اتصالات هاتفية وتوفير حصص رياضية، إلا أن هذا الروبوت بات منذ انتشار جائحة كوفيد-19 يتدرب على مساعدة أشخاص معزولين في إطار اختبار للذكاء الاصطناعي تجريه جامعة اسكتلندية. وقام علماء في جامعة هيريت وات في مدينة إدنبرا ببرمجة روبوتات من بينها بيبر، وهو أول روبوت مصمم على شكل إنسان أطلق في اليابان في العام 2014 لإتمام مهام عادة ما ينجزها مساعدون لأشخاص مسنين أو يعانون صعوبات أو إعاقات. نحاول خصوصا أن نفهم ما هي حاجات الأشخاص الأكثر ضعفا في هذه المرحلة، وما هي التكنولوجيات التي يمكن استخدامها لتسهيل حياتهم. والهدف من البرنامج تدريب الروبوتات على تولي مهام منزلية أساسية ومساعدة أشخاص يعانون من مشاكل في النظر أو السمع أو حتى من الخرف. ويمكن للروبوتات أيضا رصد المشاكل الصحية وتوجيه إنذار عند وجود حالة طارئة، ما يسمح بتدخل سريع لفرق الإسعاف.